اشتهرت بطبيعتها الخلابة وأنها مقصد أساسي للاسترخاء والاستجمام، لكنها الآن أرض ملتهبة بالنيران، أرض للجنة والجحيم في آن معا. منذ أيام والنار المستعرة لا تنطفئ في هاواي، هذه الولاية الأمريكية التي تجابه حرائق الغابات كل عام تواجه هذا العام حرائق غير مسبوقة، وبسببها دمرت مدينة لاهينا السياحية التاريخية، ولقي عشرات الأشخاص حتفهم، وأجبر الآلاف من السكان والسياح على الإجلاء. على الرغم من أن سبب الحرائق الحالية غير معروف حتى الآن، لكن مسؤولي واشنطن قالوا إن الرياح الناتجة عن إعصار دورا أشعل النيران في الولاية. هذه الأخبار غير السارة قد توقع بعض العرسان في حيرة، فهي الوجهة السياحية الأشهر لقضاء شهر العسل. فهل يعد السفر إلى أرخبيل هاواي آمناً؟ تؤثر الحرائق حالياً على جزيرتي ماوي وبيغ آيلاند، ما يعني أن جزر هاواي الأخرى لا تزال آمنة للسفر إليها، فيما أصدرت حكومة هاواي إعلاناً قالت فيه إنها تشجع الزوار الذين يخططون للسفر إلى غرب ماوي في الأسابيع المقبلة على التفكير في إعادة جدول خطط سفرهم إلى وقت لاحق، على أمل أن تستفيق آخر ولاية انضمت إلى الولايات المتحدة وأكثرها جذباً للسياح، مع فجر جديد يحمل نهاية واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها هاواي، إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.